حياكم الله مشاهدينا متابعي قناه وطن دبليو تي في. اهلا وسهلا بكم حلقه جديده من برنامجكم برنامج المعتمد. اجور جبايه الكهرباء تثقل كاهل المواطن البصري، مشكله جديده من مشاكل المواطنين بمحافظه البصره، الا وهي اجور جبايه الكهرباء اللي وصلت 3 ملايين واكثر. اكيد احنا مع توفير الكهرباء، لكن مو اليوم جبايه تصل لهاي الملايين وهاي الاعداد اللي تعتبر خياليه بالنسبه للمواطن الفقير. ويتساءل المواطن هي وين هالكهرباء، وحتى اذا جتي معقوله انا اليوم استهلك بهاي المبالغ الخياليه، والما عنده اليوم شلون يسدد هاي الامور؟ راح نتعرف على هواي تفاصيل من خلال ضيفي، راح يشاركني الحديث. ورحب بالاستاذ ابو الحسن الرماحي الناشط المدني، حياك الله ابو حسن. حياك الله يا سيدي. انا وسهلا العزيزه كل بحضرتك الهلا بيج انت ومتابعيك وقناتكم قناه وطن المحترمه الفضائيه. حياك الله ابو حسن. اكيد احنا مع الجبايه لان هاي تروح وارداتها لوزاره الكهرباء، لكن اليوم انتم طلعتوا تظاهرات، شنو سبب خروجكم بهاي التظاهرات؟ وش قد اجتكم اوراق الجبايه؟ مو من حقهم ياخذون جبايه من اي مواطن بصري عراقي ساكن مدينه البصره المعطاء، مدينه النفط والبترول والموانئ والنقل وما شابه ذلك، وبالتالي هذه المدينه المعطاء مغذيه العراق، وعلى الحكومه المحليه يكون لها تدخل، وعلى الحكومه المركزيه ان تستثني البصره من الكهرباء باعتبار البصره محرره العراق بالدرجه الاولى. البصرة محرر العراق أيضا بالدرجة الأولى بالاقتصاد، البصرة عاصمة العراق الاقتصادية. أيضا على السيد وزير الكهرباء باعتباره إجا ولقى كهرباء موجودة بزود البصريين ودمائهم وتضحياتهم وتظاهراتهم، أنجزنا الكهرباء بثلاثة تريليون ونص من موازنات البصرة الخدمية التشغيلية اللي تقيم حياة وتقوم حياة المواطنين. فالسيد وزير الكهرباء الجباية على البصريين مرفوضة، وانت فرضت جباية لانك انت بصري واعوانك ومحبيك ومقربيك والمستفيدين منك هواي وتتوقع يدعموك، فبالتالي كلمة الحق نقولها باعتبارنا اليوم احنا صوت الشارع البصري العراقي، ناس ناشطين مخولين من اهلنا وناسنا بالبصرة جايين نقل لك ما هو موجود ويتداول بالشارع البصري. أنا اليوم أبو حسن أمثل ناشطين، العفو أمثل مواطنين بالبصرة. الناشط هو يعتبر صوت المواطن، والنائب أيضا يعتبر رم صوت المواطن، بالتالي بما أنه ماكو نواب وماكو صوت المواطنين، فإحنا اقترحنا أن نكون وتمثلنا عن طريق أهلنا وناسنا المواطنين أن ندافع عنهم. نعم. فبالتالي الجباية هذه أبو حسن نشوف أوراق الجباية معروضة على الشاشة، عارفة أن زميلنا المخرج يعني 3 ملايين ونص، 3 ملايين ومليونين ونص ومليونين و300. شنو موضوع هاي القوائم؟ والله مصيبة، والله العظيم مصيبة. انت شايفة سوف وسوف وسوف، الجماعة من 2003 اليوم قضوها سوف نشكل لجنة. انت كل موضوع يدخل به لجنة اعتبره على الدنيا السلام، يعني برد الموضوع خدروا الشارع باللجنة. اليوم وزير الكهرباء يقول شكلنا لجنة، ادري سيادة الوزير انت ما شوف هاي الاموال من تيجي عليه، من شكلت لجنة على افرق الجباية؟ لو انت ما تدري وما مطأ امر، ما معقوله يا ست. احنا بالتظاهرات اجتنا المواطنين وخولونا وطونا اصواتهم، قالوا مخولين تحجون باسمنا. مثلا اجاني ابو مخبز، هسه هو المخبز ايش بيه؟ التنور وبيغرفه للاستراحه، بيها سبلت له مكيف وبنكه وهاي العجانه، يعني خد تاخذ لها فدخ 15 25 امبير كله، طاقينا بشهر واحد 495,000. اجاني ابو اسواق سنتر لمده 4 اشهر والوثائق موجوده والوصولات اللي هم دانوا نفسهم بيها، 4 اشهر 11 مليون دينار، 11 مليون دينار لمدة 4 اشهر. هذه الكهرباء اللي اجت بموازنة البصرة ودماء البصرة، وهاي عيوننا، خلي يسمع الشارع البصري راحن بالغاز مال مسيل الدموع من سنة 2018-19 ظاهرنا، وظاهرنا بال 13 و14 و15، وصحنا هيهات منا الذلة وطالبنا بالخدمات وتحسين المياه وتوفير الكهرباء باعتبار البصرة، البصرة درجة الحرارة لغاية الآن وأنا أتحدث والمحافظات مشتية وتمطر عدها، وأنا البصرة لغاية الآن شرجي وحار قسما بالله، وأنا قاعد جاي أحكي وياكم مشغلين سبلت، البصرة حارة، هسه احنا فصل الشتاء والبصرة حارة والمحافظات شتاء، أنا ما أقارن أسوة ببقية المحافظات، هذا واحد. اثنين، المحافظات ما جاي نفرض عليها جباية، بينما أنا ابن الخير ابن الموانئ ابن النفط، أنا اللي متحمل استخراج الغاز والتلوث والسرطان،
يجي يفرض عليه الوزير جباي اللي هو ابن البصرة اللي اجى ولقى الكهرباء حاضرة وهاي عيوننا راحا من غاز المسيل الدموع، قسما بالله غاز دمر عيوني وعماني، من يتحمل مسؤوليتي انا حتى اجيب اموالي ويستمتع بيها فلان وعلان؟ ترى احنا جعبتنا بيها حكي قوي، بيها حكي قوي، بس احنا ما نفرغها بسرعه، احنا براحتنا شويه شويه نوضح للمواطن البصري، نقول له هذه الجبايه غير منصفه وغير قانونيه. راح يجيني واحد يقول لي كل العالم بيه جبايه، نعم كل بلدان المتقدمه تاخذ جبايه، فبالتالي تطي يعني اليوم دقوا باب على عامل النظافه اللي هو راتبه 260 الف ورادوا من عنده 200 الف جبايه، بالله عليه ستبه شلون راح يسدد؟ شنو كل بيت عليه 300 يجي له متر، عنده متر ب 300 الشهر، ما عنده متر ب 300 يا ابو الفرن يقول له على شنو استردد؟ يقول له هاي تقييم الجماعه شلون الكاشفين يعني شلون السحارين هيك يجي ويصفن هو مجتهاته، عجبه الوضع ما عجبه طقه 300 طقه 400 طقه 500، ما معقوله. ترى الجبايه مرفوضه بالبصره جمله وتفصيلا، على السيد رئيس الوزراء ان يعفي البصره من اي ضرائب واي جبايه، بالتالي المقوم الحكومه المركزيه والمقوم العراق هي البصره، البصره هي من حررت العراق من جبدان داعش وهي من قومت العراق واقتصاده. ما معقوله اليوم انا يجيني وزير يريد من عندي جبايه، انت اجيت سياده الوزير لقيتها جاهزه. ما اعرف انا هم انتقد الحكومه المحليه والاخوان في مجلس المحافظه حقيقه ما لهم دور اتجاه اهلهم وناسهم بالبصره، خلي يطلع المحافظ، طلع سبق وان طلع المحافظ والنائب الاول السابق محمد طاهر التميمي قال انجزنا الكهرباء من موازنه البصره 3 تريليون ونص، ما معقول اليوم انا انجز الكهرباء باموالي ويجون الجماعه يودونها الفلوس لبغداد، ما اعرف انا ما لي ثقه صراحه بالحكومه المركزيه، تطلع فلوس الكاكا مسعود تطيها منها اسوه باموال الضرائب اللي لهفة نور زهير والله ياك عبوسي، وما شالوا الحجز عنه وعن امواله وعن عقاراته، بالتالي طلع الشعب العراق مقصر مو نور زهير هي والجيعان بالبصره ما شاء الله يعني خير من الله، فبالتالي احنا مخولين من 5 مليون نسمه بالبصره، مو انا المخول، كل ناشط شريف كل صحفي شريف مخول ان نوصل صوته برفض الجبايه على المواطنين وعلى المنازل السكنيه، وبالتالي عليهم التجاري من حقهم يعني البنايات المحلات وايضا باسعار مريحه مو باسعار اللي هم يحطونها، لا لا بما يرضي الله والقانون، المحلات التجاريه والمنازل السكنيه ممنوع، ما المفروض ما نطي جبايه احنا، احنا دافعين ضريبه، انا من بيتنا 4 سرطان من التلوث البيئي، بيت بي شهيد، بيت بي فقير، بيت بي عامل نظافه، بيت ما يتخلى راتب، عمي بالعباس عندنا مجاعه بالبصره، بس صراحه مع احترامي لكم ماكو اعلام يوصل صوت هاي الناس، ماكو اعلام مهني بالبصره يفتر ويتجول وياخذ اراء الناس، خليه يروح للعشار يقول له تقدر تدفع جبايه انت كمواطن بصري منزلك 50,000 بالشهر، خليه يسمع، خلي يقولوا له ايش قد دخلك وايش قد عندك امكانيه تطل الدوله جبايه كهرباء، شنو يوميا تجي 4 مليون برميل ونص او صار 6 مليون واصفي انا المصافي علي اصفي واجهز وابيع واحمل الفلوس واوديها الحكومه المركزيه وتجي الحكومه المركزيه انه بتاخذ من عندي فلوس كهرباء، ترى هذا ظلم بحد ذاته بالقران الكريم. نعم ابو حسن طلعتوا وتظاهرتوا وطالبتوا بالغاء الجبايه، شنو اللي صار بعد نعم دور المسؤولين تجاهكم؟ الغاء الجبايه على المواطنين الساكنين بالبصره. نعم. من خلال التظاهرات من المسؤولين اجاكم؟ ياخذون اصحاب العفو ستبه، اذا يريدون ياخذون جبايه ياخذون من الموالات من البنايات التجاريه وهم نتابعهم يعني هم مو براحه الخوف، هم نريد بالحق والقانون. نعم. الشيء يعني مقبول يعني مو يروح على ابو سواق ياخذ له 11 مليون لمده 4 اشهر. 11 مليون زين ابو حسن انت ايش بدكم ما ماخذين من المولات؟ والله هاكم مولات ياخذون منها هاكم مولات ما ياخذون منها، تعرفون اللي عنده عمه اللي عنده خاله اللي عنده حجي اللي عنده حجيه ما ياخذون من عنده صراحه، احنا القانون ما مطبق عندنا على ناس وناس. زين هسام يعني المسؤول يوم بالكهرباء اذا يباوع الحلقه يقول لك احتمال هاي 3 ملايين والمليونين والمليونين ونص والثلاثه ونص، هاي احتمال كلها ديون يعني سنوات المواطن ما دافع. شنو ديون؟ انا ابن العراق، انا ابن البصره، انا ابن المعطاء، انا ابن الخير، انا ابن النفط، انا ابن الموانئ، انا ابن النقل. العراق 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 متكي على البصره. متكي على البصره، وبالتالي شافوا الجماهير البصريه قاعده ومستقره فظلوا يحركون بهم صراحه.
ما ادري، انا اشوف هاي لعبه سياسيه لتهجئه الوضع، ما اعرف، هذا استهداف للبصره على السودان ومحافظ البصره ان يحلون هذا الامر ويستثنون المواطنين البصريين من الجبايه. بالتالي ايضا على السيد وزير الكهرباء، مو على السيد وزير الكهرباء باعتباره هو حاط هاي مدراء اقسام الجبايه، لا لا، على النزاهه وهيئه ديوان الرقابه الماليه والقضاء والادعاء العام متابعه مدراء الاقسام المسؤولين على الجبايه ومتابعه اموال مقربي وزير الكهرباء عبد البصره. خلي يشوفوهم قبل لا يصير عندهم وزير ايش قد ماليتهم وهسه ايش قد ماليتهم. يعني اكو ناس مثلا عليه بنايه عليه جبايه فد 10 مليون 50 مليون 20 مليون يسويهم بالرقم اللي بباله، يعني يريده بكيفه. فهو ايضا موضوع الجبايه صراحه احنا حتى ما نجامل، وهذا اللي متداول عنا بالشارع بفساد، يعني صراحه موضوع الجبايه بفساد. على رئيس الوزراء ايقاف الجبايه بالبصره واترك البصره هادئه ومستقره، بالتالي اذا استقرت البصره استقر العراق. احنا ما نعطي جبايه، احنا جاي نعطيكم نفط وجاي نعطيكم اموال وجاي نقوم عملكم. لا تفرضون علينا ضرائب. هسه هاي مال المستشفى هم نسيناها 5000، تدخل ب 5000 تشوف المريض اذا رجعت تجيب لك دواء هم يطبع لك وصل ب 5000. هاي وين جاي تروح اموالها دوله الرئيس؟ وين؟ ممكن تقول لنا وين؟ شو الموازنات على حطتها واستحقاقات المستشفيات على حطتها والدوائر والمحافظات، ويوميه كل محافظه تطيلها 100 مليون 100 مليون دينار لحظه دخول المواطن الى مؤسسه صحيه وزياره فقط، وبالتالي علاج ماكو، والدليل كل مستشفى كبار ثلاث صيدليات، اذا هاي الفلوس وين جاي تروح؟ فهذه الضرائب ها ناهيك عن قضيه الماي الملوث اللي جاي ياخذون فلوسه، الماي والمجاري والنفايات. اما احنا البصره حاله استثنائيه، احنا المفروض مستثنين، احنا المفروض مستثنين، جونا ملوث وحار لغايه الان. احنا عندنا ناس اصابات سرطان وفشل كلوي بسبب تلوث المياه وتلوث الدخان مال النفط واستخراجه، استخراج الغاز اللي جاي يحرقونه. والله البصره جاي تمر بظرف صعب، اصابات سرطان حدث ولا حرج ابتداء من مركز المدينه الى الاقضيه والنواحي. قبل كنا 400 شعله وانت سامعتني مال غاز وحرق استخراج، هسه صرنا 700 شعله، ستهبل البصره جاي تمر بازمه. يعني زي. حتى من بعد ما صار 700 شعله احكي لي ايش قد نسبه السرطان صعدت؟ وصلت سيت اقول لك كنا 400 شعله هسه وصلنا 700 شعله، 700 شعله حرق غاز، مبعوثات نفطيه سرطانيه تقتل البصريين، منتشره ومحوطه البصره، رميله، برجسيه، القرنه، الهارثه، حق القرنة، السيبة، أبو الخصيب، هذا مطوقنا وبالتالي جاي يقتلنا. روحوا شوفوا مستشفى الطفل ايش قد بيها إصابات والأطفال شلون تعاني، وبالتالي علاج ما متوفر بنسبة 100% زين لو اكو 50%. روحوا شوفوا مركز الأورام داخل التعليمي ايش قد بيه إصابات، زين هذا كله وتاخذوا من عندنا ضرائب، شنو هالظلم هذا؟ فستهبه بصراحه الايام القادمه اذا يعني تستميت برايح الحكومه بما يخص الجبايه. نعم. يعني الوضع يتعب حقيقه، لان انا وين ما اتجول وين ما جاي امشي المواطنين كلهم مختاضين من قضيه الجبايه. زين اكو اليوم استياء من قبل الشارع بالبصره والمواطنين البصريين من قبل، في حال انه ما لغت الجبايه شنو خطواتكم؟ مو احنا مو احنا، اكو ردود قويه من الشارع، والشارع جاي يكلفنا ويخوننا ويسولف ويانا ويكظنا بكل مكان باعتبار احنا مناطقنا شعبيه ونطوب ونطلع. انا قبل قليل كنت بالعشار، الناس كلها كظتني قالوا عمي كل احنا نطلع مظاهرات اذا ظل الحكومه على رايها بالجبايه مال الماي والكهرباء وما شابه ذلك. فالمواطنين حقيقه يعني مستغربين من سكوت الحكومه المحليه، مجلس المحافظه، ما اعرف وزير الكهرباء اللي هو من البصره. طبعا احنا عندنا كفره ما تنغفر، من يصير عندنا وزير بصري؟ من يصير عندنا وزير بصري؟ البصره اعتبريها تهمشت واندمرت. ليش غير المفروض ينصف محافظته؟ اقاربه. نعم. المفروض يعني ينصف محافظته، يعرف معاناتهم، يوفر لهم الشيء اللي يحتاجوا له، احنا عكس العالم. يذل محافظته، بالعكس يذلها. مين ابدي لك؟ من وزير النفط السابق حسان عبد الجبار اللي ما زرع له ورده ودمرنا وعليه مجالس يعني نزاهه خير من الله، مدير شركه نفط وبعدين صار وزير. مين ابديها؟ من هذا الوزير الحالي وزير النفط اللي ما حد شايف طوله وما جاب لنا شركه تخلصنا من هذا الغاز اللي جاي يحترق الكبسه وتعيد تدويره، مين؟
ماكو ماكو وزير بصره خدم البصره مستحيل، بل كلهم اجوا نقمه على البصره، والمستفيد منهم اقاربهم وحواشيهم ومحبيهم وبوقيتهم، احكيها من خلالكم، هذول المستفيدين منهم، وانما الشعب البصري ما مستفيد بس الاذيه من هذه هاي الحكومه وفرض غرامات وجبايات على المواطنين. 3.5 تريليون انجزت كهرباء البصره من خلال موازنتها الخدميه. نعم هسه ما اعرف الجماعه مستميتين بالجبايه، وانا من خلالكم يعني انا انصح السيد وزير الكهرباء، الشارع البصري حقيقه جاي يغلي والله العظيم، وجاي نتقوى الناس ويقولون هاي اذا استمرت احنا ننزل للشارع حقيقه، ينزلون للشارع ويقولون كلمتهم، مو انا جاي احرضهم او ادعيهم، الناقل الكفر ليس بكافر، بالقران الكريم الناس هي تطلع يقول لك احنا ما عندنا مخبز يطيل 495,000، لا عمي انت 5,000 واحد اللي تاخذ من عندنا، احنا ناس مطين عمي، مقدمين مضحين، احنا ما بيته شهيد بيته مضاعف من التلوث مال السرطان ومصاب ومتوفي بالسرطان، والما بيته مرض بالسرطان بيته مصاب بالكلى بسبب تلوث المياه والخيسه هاي المجاري اللي يذب الشطوط والمحطات تسحب وتطينا، احنا ما للغسل ما صالح عندنا مو للشرب للغسل، كأنما احنا حيوانات. انطيك راي اخر يعني هسه المشاهد من يشوفك يقول انت تتحرض يعني المواطن انه ما ينطي اجور الجبايه وبالتالي رواتب تتعلقل، انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي احرض المواطن، انا ابو حسن التميمي محافظتي منتجه للخير والبترول والنفط والموانئ، انا مستثني من الجبايه ما اعطي جبايه ما عندي، انا اذا يدخل لي 500 شهر ويريد من عندي 100 ابو حسن، هاي ايرادات مركزيه ما لها علاقه اليوم ما لها علاقه بالايرادات المركزيه، انا محافظه المفروض يستثنيني، انا محافظه منتجه، مو انت تاخذ موازنتك يعني الكهرباء يعني شعليها الموازنه يا انا محافظه شنو ماخذ موازنتي وانا جاي اعطيني موازنه مال ما اللي بدي اقول لك هذا الراي الاخر استاذ ابو حسن، انا فتيل قصد السيت هي انا جاي احاور السيت، انا جاي اخذ موازنه مال 2500 نسمه وانا عندي 5 مليون نسمه، انا ما باخذ استحقاق بكل شيء مثل المحافظات، ليش يعني تحطي لي محافظه بغداد، يعني تحطي لي محافظه بغداد ما طلع لها تنكه مال نفط، وانا اللي اعطي 6 مليون برميل نفط يوميه نفس المساواه بالاقتصاد، انا عاصمه العراق الاقتصاديه قسما بالله، العراق كله عايش على البصره كله عايش والله، فلوس ضاله بالهبل، تعال شوفوا موانئنا ومنافذنا من كذا من يشتغل بيها، شوفوا يعني ابو حسن هاي مو مسؤوليه الكهرباء، هاي مسؤوليه يوم النواب الوزراء الكهرباء يضغطون على الحكومه، بالتالي عفوا النواب موضوع الموازنه مو اختصاص الكهرباء، عندك 25 نائب ممثلين على البصره وابنائهم، البصره اليوم مو مثل بقيه المحافظات فيها 25 نائب، يمكن اكثر محافظه بها نواب، فبالتالي هاي 25 نائب ممثلين عن ابناء البصره المفروض هم اللي يدافعون عن حقوقكم. انا اسميهم النوام يشوفون ناسهم وشعبهم يهان ويدفع جبايه بهذه الطريقه وهم ليش شاكين. مو نشوفهم بصفحاتهم يشتغلون ويستقبلون مواطنين ويقدمون خدمات يبلطون شوارع كل شيء يسوون. بالرعايه. نائب مختص بالرعايه والله زحمه بالقران. انت نائب تشريعي شنو رعايه؟ انت ممثل عن هذا الشعب انتخبك اللي كفر وانتخبك. اذا المواطن يجي اليوم يدق بابه شو يسوي للنائب؟ عنده يسوي له خدمه. النائب مختص، النائب مختص بالرعايه، وبعد تعرفون احنا عندنا حكي ترى واي، واذا نحكي نزعل حقيقه، احنا عندنا سبحان الله عندنا نائب او نائبين بالبصره. ابو حسن اليوم المواطن يريد رعايه، يريد تبليط، يريد محوله، يريد بناء مدرسه، يريد مستوصف، مستشفى، اذا مدير البلديه اليوم ما يوفرهن. شو يسوي المواطن؟ يروح يدق باب النائب في سبيل يوفر الهيا او يضغط على المسؤول على يوفر الهيا. عيب على المدير اذا ما ياخذ حكايه المواطن ياخذ حكايه المسؤول بالقوه. اشتغلوا بكرامتك غير يخاف على منصبه ومصلحته. لا خلي يخاف على منصبه ومصلحته من خلال المواطن، من كل مواطن يفتح تليفونه ويعريه ويقول له ما مشيتني ومشيت النائب، بالتالي هذه التفرقه واجيت الا بالخوف. والله العظيم ستنا احنا اريد يعني نوصل النتيجه بالنسبه للجبايه مال الكهرباء، جماهير البصره راضيها، انا اقول لك انا امثل صوت الشارع البصري، انا اليوم اختلط ويا الناس، انا اللي عايش وياهم وانا اعرف معاناتهم وانا اندلهم، اي انا اندلهم، والناس يقولون احنا جبايه ما عندنا ما نطي ويردون ينزلون للشارع، على السيد الوزير ان يحتوي الموقف وايضا على السيد محافظ البصره، اطلع وصرح ووضح للحكومه المركزيه ووضح للشارع البصري، قل لهم انجزنا الكهرباء من موازنات البصره
ابو سواء حسن اجيت تشغيليه او وياك البيت سلولار اليوم او يدزون استحقاقه عليك سنوي. مسؤولين بوزاره الكهرباء ومسؤولين من الكهرباء يقولوا لك تعال يا باش تريد قلل لك اجور الجبايه لو تريد انقسط لك لا لا اياها لو اقول شو لا اللي مرفوضه تريده. الجبايه، لا لا ما اتواصل وياهم انا، ما اتواصل وياهم ما كلش كلش اذا كلش احكي وياه بالتليفون اقول له احنا ما نطي جبايه، وقدم اعتذار للشعب البصري واطلع استقيل من منصبك. على الوزير ان يستقيل من منصبه والله اللي ينظلم الناس، اذا عنده احساس واذا هو ابن البصره صديق خليه يستقيل، خليه يستقيل من منصبه، شلون يظلم اهله وناسه؟ الله ومحمد ورسوله وكتبه يقول الاقربون اولى بالمعروف. يا سياده الوزير البصري احنا بالايام القادمه عندنا هواي كلام وياكم يا وزير الكهرباء، كل شوي كلام عندنا وياكم، فشويه يعني غض النظر عن هذا الموضوع، غض النظر. نعم أبو حسن، اي يعني اليوم موضوع الجباية ومشاكلها هي بعموم المحافظات، بالتالي اليوم إذا وزارة فأكيد راح تقول لك اليوم إحنا دا نجمع من كل محافظات العراق ما نخص البصرة فقط، نعم واحتمال أكو ديون متراكمة على المواطن فتجي أسعار نشوفها مرتفعة وأسعار خيالية، بالتالي نعم اليوم شفنا يمكن البصرة أكثر محافظات معترضة على أجور الجباية، يمكن لأن البصرة هي عاصمة العراق أو أكو يعني موضوع ثاني، بالتالي في حال يوم ماكو استجابة لمطلبكم وأجور الجباية ملغت، شنو والله خطواتكم المقبلة؟ هذا مو بصارع خصوصا أنتم الحكومة، لا الناشطين يعني اليوم المرتجية أنتم مؤثرين وإلكم صوت مسموع بالشارع. والله العظيم هذا مو تهديد، هذه نصيحة، لا بصالح الحكومة المحلية ولا بصالح الوزير ولا بصالح الحكومة المركزية. إذا وزارة الكهرباء يعني استماتت براهي وفرضت الجباية على المواطنين بالبصرة ممكن يتوتر الشارع البصري، حسب السامعة وحسب ما سمعت من الناس حقيقة. يعني أنت شفتي بالأيام السابقة كل المواطنين ما شاء الله صاروا إعلاميين وناشطين جزاهم الله خير، صوروا وناشدوا اذاعات ونشرت لهم، صوروا الوصولات. نعم المواطنين اليوم كلهم مصدومين من هذا السعر، وبالتالي الوزير ظل حم الله وديك يا ناشط تعال اقعد وياي، حم الله وديك يا ناشط تعال اقعد وياي، ظل يخابر هو وربعه المحاوطين وياه بس تعال على شنو نقعد وياك احنا؟ احنا ما احنا ما لنا قاعده وين المسؤول، احنا اذا نقعد وين المسؤول صراحه الشبهنا من الشارع البصري. احنا بعد اي ناشط من عندنا يقعد وين مسؤول يعتبر شبهه، يشبه المواطن يشبه، يعني يعتبرون اخذ المالات، يعتبرون ساوم، فاحنا بحد راح من الرجل الكف الغيبه عن نفسه. احنا اليوم ما مجبورين نقعد ويا اي مسؤول ونفاوض، احنا ما نفاوض. اسمع اسمع مطالبنا من خلال هاي القناه، اسمع مطالبنا من خلال برامجنا يا وزير. انا اصحك لا تودع على ناشط لان الشارع يظل يزود عليك بالزايد، لا تفاوض ويا احد. الجبايه اطلع ببيان اعتذر من الشارع البصري عيني وطي حقه، واذا تقولي انسدبه الجبايه بكل المحافظات، كل المحافظات مع الاحترام والتقدير، ولكن خلت تسمع المحافظات ايضا خاف يقولون اكو عنصريه بالبصره. لا احنا المحافظات العراقيه المحترمه ترى الكهرباء انجزت بفلوس البصره مو بفلوس الحكومه الاتحاديه، ولا يعني الوزاره صرفت ولا وزاره الكهرباء السابقه هي صرفت وعوضت الكهرباء البصره، لا موازنتنا اللي استلمتها المحافظات واللي احنا اسوه بالمحافظات استلمنا الموازنه سوينا الكهرباء. يعني مو الوزير مطيني، الوزير رجع على الجهاز تو استلم لقى الكهرباء مستقره. ترى احنا بالبصره ما عندنا شيء صاحي، ستهبه من خلالك وخد تسمع كل المحافظات، واكيد المحافظات اجت وشافت ترى عندنا كم شارع مبلط والكهرباء مستمره. ترى قسما بالله ما عندنا شيء صاحي بالبصره، مؤسساتنا ودوائرنا ومنشاتنا متهالكه، مدارسنا عن نص ما مكتمله متهالكه قسم منها، مستشفياتنا بالكامل مولده جرثومه بناهن من زمن الكريم عبد الكريم قاسم الزعيم، كل مستشفى عمرها 40 سنه، يعني من بيئه الجو تعبان، بيئتنا تعبان من جوا كمدينه البصره، بس من برا وهاي المدينه الرياضيه وكم جسر بالتقاطع والجسر الايطالي، المرحوم هذا محافظ البصره السابق يمكن مصبح الوالي جزاه الله خير، وهاي المدارس اللي عندنا القديمه عبد الكريم قاسم، هسه اكو كم شارع وكم منطقه تبلطت، ترى البصره الحد يشوفها عالميه ووصفوها بعض الاعلام المهجور صراحه، بعض الاعلام المهجور سواها البصره هي وهي. لا لا يعني احنا ترى ابو نندر حسن اليوم الحكومه المركزيه ما تعطيكم موازنه ما تنصف البصره. احنا هسه حتى لو ما قللت موازنتنا البصره هم ما راح نطالب بيها ولا نكتر وعدنا، ما نستفيد منها كمواطنين، تروح لجوب يعني بعض المقاولين والشركات الفاشله والمتركيه ما تنصرف يعني بالصوره شو الصحيحه. يسوون يعني ما يشتغل اليوم المقاول هم حاره وياكم.
لا المقاول ما يشتغل، اغلب 95% من المقاولين بالبصره هم متلكئين بعملهم، وعملهم فاشل وما بي مده سنويه، يعني بمعنى انا اليوم عمي اشتري لي بحسب تليفون بس على كيفك ويانا، هاي الزبير تمطر من الصبح لليل ما فاضت شوارعها، تعال شوف بغداد لا وانا مناطق ما قلت راقية المقاولين غرقانة كلهم، لي لا لا هسه. ستبت ستبت على كيفك شوي، لا تحطي لي انا ما انا هذا مو رأيي، انا ما هذا قلت رأي المقاولين المواطن، كلهم، أنا أناقشك. لا قلت 95% من المقاولين، لا لا عندنا 5% ناجحين. زين انت ذكرت الزبير هذا المقاول ناجح، بس انا اذا اجيب اسمه هسه راح يقولون مستفاد من ابو حسن. لا لا عندنا شركه بشركتين ثلاثه بالبصره ناجحه وجاي تقدم عطاء، عمي ابو جاي حسن تقدم. خلينا نقطع الكلام بالخير، حتى لا انت مستفاد ولا احنا مستفادين شيء بالاخير. اي ما ما اقدر بينا الحين مشاكل ودعايات. ما بيني الحين رحم الله والديش، فانا اقول لك 95% من المقاولين بالبصره هم عملهم متلكي. هسه انا اذا اشتري لي ايفون بلازمه او بلازمه او ثلاجه ضمانها 3 سنوات سنتين ب 500,000، انت انا جاي اعطي مشروع ب 50 مليار 10 مليار وكذا رقم ضمانه سنه، زين الله وكيلش ورا السنه انترك بعد ابو طقت حسن احنا مجاريع حفر. يعني على وشك انتهاء الحلقه، لكن احنا لازم نذكر الصحه بكل حلقه. شو الله اخبار اكبر الصحه بالبصره؟ والله الله على اكبر عطتي بيها. شو الله وكيلش زين انت لغايه الان. ذكرت يوم المرافق اذا يطلع يجيب دواء لازم يدفع 5000، زين ليش هو مو دافع 5 مال زياره المريض؟ لا ست هسه انت اجيتي تردين تزورين المريض من باب الرئيسي، دخلت الباب الرئيسي توصل ب 5000، خلي يسمع المواطن ورئيس الوزراء والمسؤول، هاي مهمه جزاك الله خير، طبيتي من باب الرئيسي قصيتي 5000 دخلتي، اكو سيطره ثانيه باب الصاله يسمونه، باب الرئيسي باب الصاله، هذا هنا باب الصاله من ياخذ منك الوصل بعد طبيتي المستشفى صعدتي للطابق اخذ منك الوصل بعد، انت وصلتي لمريضك بلا وصل، فبالصدفه انت بعد مرافق المريض اجيت لقيت الدكتور كاتب لك قصاصه تجيب علاج من برا، تعرفين المستشفيات ما بيها علاج، كاتب لك قصاصه تجيبين علاج، طلعت تجيبين علاج، برجعتش كظك بالباب الرئيسي طيب وصل يا بي، مو انا استوني قصيت ب 5000 بعد انت طبيت وطلعت لازم تعطيني 5000، والمريض على هاي الرنه على مدار الساعه ايش قد يظل 3 ايام 4 يوميا يذب له 25 30 40 زين ابو كل حسن مريض. هو المرافق ياخذون منه 5000 لو الزياره ماذا نفتهم؟ المرافق المرافق واللي يزور واذا زار مره ثانيه واذا طب زين وطلع هو شرب مو على اساس سيجاره بس الزياره، المرافق ليش ياخذون منه؟ بعد هاي المرأة شو ما ياخذون منه هسه هذا يعني هم بس سووها راح حتى عندك يقللون الضغط على المستشفيات، بس المرافق اليوم المرافق المفروض هو واحد يعني يكون في سبيل راحه المريض وسلامه يعني المرافق هذا اذا يعني. ما حصل له كارت طبي يطلع بيه يشتغلون وصولات، مرات ابو الكارت غايب، مرات ما جاي، مرات ما لقاه، مرات مزاجه ما رايق، ابو الكارتات هاي مال المرافقه اذا ماكو هذا بالضبط يضل يطب ويطلع يدفع. زين اكو مريض ست اكو ست هبه اكو مريض يحتاج له يعني اقل شيء مرافقين، يعني هذا ينشال مكرمه للتواليت يبدلون ملابسه الداخليه نايم يعني تعبان منتهي عمليه كبرى، هو حدهم لازم مرافق واحد، هذا المرافق الثاني يطب ويطلع يطي فلوس يطب ويطلع يوصل له 3 وصولات 4، مستشفى وحده عندنا بالبصره اللي هي التعليم 8 ملايين توصل يوميا 10 ملايين مستشفى زين وحده. هو اليوم لا من يعني وفر كوادر تساعد اليوم المرافق او الشخص المريض اللي نايم بالمستشفى، ولا اللي هو يعني يخلي مرافقين اثنين، يعني شنو فرق اليوم عن المستشفيات الاهليه؟ هم اني يكون اكثر من مرافق ايضا يحسبون فلوس عليه. عمي على الاقل الاهليه طب مره واحده تنطي يعني اجر مره واحده اذا تبات ليله ويا المريض وموفري لك خدمات وكل شيء موفري لك، بس بالحكومه شو موفري لك؟ كل شيء ما موفري لي، كل صيد كل مستشفى كبرت له صيدليات، الله وكيلك، علاج من برا، الممرض قوي يجيك، الدكتور الله وكيلش مالش خلق يسوي لك عمليه ويذبش نايمه بردها يوم الثاني لو يجي لو ما يجي كل شيء ماكو. بالتالي انا بدي اسال السيد وزير الصحه، السيد وزير الصحه من خلال شاشه وطن ماذا قدمت بال 5000 لحظه دخول المواطن وزياره المريض؟ يعني انا اليوم دخلت زرت مريض ب 5000 وكل مستشفى يوميتها 5 ملايين 3 ملايين 4 ملايين مليونين، احنا بالبصره عندنا 10 15 مستشفى بس البصره والمركز، زين يوميه كل محافظه 100 مليون دينار، هذه الاموال وين جاي تروح يا وزير الصحه؟ وشنو راح تقدم لنا بيها كعراقيين؟ من حقنا نسالك يا رئيس الوزراء، سالت السيد وزير الصحه قلت له هذه الاموال مال دخول المراجعين زياره المرضى ب 5000 واسعار العمليات والمختبرات والتحاليل اللي عليتها طقه واحده، وين جاي تروح؟
وشنو اللي جاي قدمت بيها وزير الصحه؟ اريد تصريح من خلالك. انا اليوم مواطن من حقي اوجه لك سؤال واريدك تجاوبني. ويقولون المواطن صحفي والمواطن يراقب وفق الماده 38 من الدستور العراقي يكفل لي حريه التعبير عن الراي. يا وزير الصحه جاوبني، هذه الاموال اللي جاي تجبيها من المواطنين شنو راح تقدم لنا بيها؟ ممكن تجاوبني السيد وزير الصحه؟ شنو قدمت لنا بيها؟ يعني هسه خمس كل العراق وكل العالم العفو المرضى السرطان لهم خصوصيه بكل العالم وين ما ترين كردستان برا العراق المرضى السرطان لهم خصوصيه الا بالعراق مهانين مصابين بالسرطان علاجهم قوه يطبون بفلوس يطلعون بفلوس ياخذون من عندهم فلوس مركز الاورام لغايه الان جاي يطبون بفلوس هو بالسرطان هي اخر مرحله راح يموت هو ايش مطينه هو كله مسكن وهيك مهدئ هيك كله مسكن ترى ماكو شيء اسمه معالج عندهم يمكن 1% ما عنده حسن اكو حاله يعني احد زملائنا يعني شاهدها يعني دخل احدى المستشفيات مرافق ويا اهله نتمنى لهم الصحه والسلامه انه شاف حاله انه شخص متمكن حب يساعد او يتبرع ببناء قاعه باحدى المستشفيات يعني بدون ذكر اسامي بالتالي بنى هاي القاعه في سبيل الناس المحافظات الناس اللي ما عنده امكانيه يدفع مبيت ويا المريض ينام بهاي القاعه جزاء الله الف خير يعني شخص متبرع اللي صار شنو؟ نعم ورا فتره تفلشت هاي القاعه بحجه بناء كافتيريا والمرافق اللي ينام بالحديقه يرشون عليه مي البنغلاديش اللي موجودين بهاي المستشفى في سبيل العالم ما تبقى قاعده وتعوف المرافق وتروح يعني يوم لا رحمه العالم ولا خلت خلوا رحمه الله تنزل على هاي القاعه المتبرع بها المواطن حولوها الى كافتيرية لا فلشوها فلشوها ممكن اتعرف على هذا المواطن ونروح نزورها انا وياه ونطلع نوضح بعد هو طلع من المستشفى صراحه وسولف لنا اياها احنا ما ذكرنا اسم المستشفى لان احنا راح نقلها للجهات المعنيه انا ادعو من خلال شاشه وطن ان يجيني هذا المواطن اتمنى منه يجيني ويقول لي يا مستشفى واذا يسمح لي المستشفى ببغداد ويوضح نعم المستشفى هي ببغداد اي بغداد بعيده علي بعدها من يمكم ودوا علي من يمكن خلي يقول يا مستشفى خلي فاهم الراي العام شاسه لا الحكومه تبني ولا تخلي المواطن يبني الله اكبر ويرشون مي على العالم يعني. صدق الله اكبر ستنا العزيزه في حال المواطن اليوم راد يجرى عمليه باي مستشفى حكومي موعده ما يقل عن شهرين ويزور لازم العياده 4 مرات 5 يدفع معاينه واذا بالعام هو شهرين يعني واذا كتبوا له رنين فشهرين واذا كتبوا له مفراس فشهر وإذا كتبوا لنا ناظور فثلاث أشهر يعني اللي يريد يسوي عملية ونشرنا بالسابق لازم يطلع ويناشد يعني وزارة تنصرف عليها تريليونات وفلوس ويعني موظفين ومحسوبة على العراق وزارة يعني المفروض تكفل يعني الحق الصحة أكيد والأمان أكيد حق المسؤول وزارة الصحة وأي مسؤول بوزارة الصحة ده عنده اعتراض على هذا الكلام اللي ذكر بالحلقة أكيد إلى حق الرد إحنا مواطنين ينقلون لنا هاي الحالات ويرصدوها واحنا بدورنا كبرنامج يعني ستيبه ما عندهم رد نتامل اكو رد مرات يعني يكون رد احسن ما تصير دعوات قضائيه احنا نكفل حق الرد في سبيل نحطهم بالخانه اي هاي نكفل حق الرد لهم يمتى ما يردون على وايد يطلعون انا عشان يحاوروني يلا ان شاء الله تكون جاهز والله هلا بيهم وكل الهلال انا مستعد لمناظره ويا اي مسؤول بالصحه أريد أسولف له مين يريد أسولف له منين؟ من أول ما يدخل للطوارئ المواطن لحين ما يوصل للرهن يشبع راجديات لو مين؟ لو ينوخذ من الطوارئ يودونه للمستشفى الآلي بخدمتهم، مين ما يردون أنا حاضر. سماسرة بعض الأطباء، كل طبيب عنده سماسرة. بالنسبة لصلاة الولادة ما أحكي لك السب والشتم وال صلاة الولادة اللي ما تطفي سيدي تجيب الله يعينها يعني الله غاضب عليها تروح مستشفى حكومي. على راس ما تطفي فلوس والمشكلة ما يشتكي خافاً. هو ذو يعني المريض سوي. ما يشتكي هم بيقصر احنا ما نظلم احد هم بيقصر انا من خلال شاشتكم ورقمي خلي طبوا من خلالهم قناتكم اي مواطن يدخل المؤسسه الصحيه ويعطونه موعد عمليه بعيد باعتباره بالعام وما عنده بابي مفتوح هذه واحد اي مره اي زوج زوجته تدخل صالات عمليات مال ولاده بالعام وتنهان عليه ان يجي يشتكي يمي واتمنى يوثق بدربه كاميرا تليفوني خليه بجيبه ويسجل تصوير فيديو ما يدري بيه بجيبه
يسجل ويجيني، واذا ما سجل هم خلي يجيني، انا حاضر بابي وتليفوني وكاميرتي مفتوحه بارك الله وفق فيك. القانون والنقد البناء، مستعد. انا ادري بالصحه ما تتحسن في ظل وجود مدير عام صحه البصره الحالي بالوكاله. نتأمل. يعني ذاك اليوم دزولي مريض، ذاك اليوم جاني مريض، اتوقعي هو فاتح باب مقابلات بالسبوع يوم كل خميس. زايره هذا المريض عنده عمليه مال سمنه، عمره 17 سنه. 16 سنه 15 سنه عمره راجعه. 15 سنه عمره راجعه يوم الخميس. ثقه بذات الله. شتبه. من عمره 15 سنه لحد 17 سنه يروح ويجي كل خميس نفس الموعد وما جاري للعمليه. محاولينه على التعليم على مستشفى الصدر التعليمي بالبصره. سنتين يريد يجي العمليه ما جروا له. سنتين لحين ما سويت له مناشده واجاني. نعم. شكرا لك. سنتين المواطن نعم. بهذه السنتين كل خميس يروح على المقابلات، واحد يصده وواحد يرده. يطلع من الخميس يطلع من الدائره يروح للمستشفى المعنيين، يرجع من المستشفى يروح للدائره. قلت له لو حاط لك دخل صغير وهاي الكرة وما سنتين حاطن بين ثلاث عمليات مو عمليه واحده. ايوه والله فعلا. كل ما اروح يأملونه كل ما اروح يأملونه لحين ما اجوني وسويت لهم مناشده وطلعوا وحكى قال سنتين اراجع، سنتين ونص بل مو سنتين والله العظيم. بعد لان عمليه ببلاش وبالعام ما سوى العمليه، لحين ما سويت له مناشده وبصفحتي يلا اجروا له عمليه. هاي المقابلات اللي فاتحها مدير الصحه يجيب العالم يصورهم يطش بيهم وعافهم يفترون بالمستشفيات ما حد بحالهم. الله وكيلك ومحمد كفيلك. شكرا لك. الصحه ما تحسن في ظل مدير الصحه الحالي بالوكاله. نتامل ان شاء الله اكو تحسن. ورا 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 ناس ورا ناس راح يحترقون بنار جهنم. والله والله وبالله انتم اللي واقفين ورا مدير الصحه واللي جاي تدعمونه وانا اعرفكم واندلكم كل الزين. نعم. بالقران راح تحترقون بنار جهنم وتتحملون اذيه الشكو مواطن صار عنده خطا طبي تلكئ بالمستشفى تعب ما لقى له مدير زين ما لقى له دكتور زين فيتحملها مدير صحه البصره. كلكم رعيه ومسؤولين عن رعيتكم ويقولون الوحده بامرها، وبالتالي اي واحد يقصر فمسؤول عليه مدير الصحه. المفروض يفتح باب للشكاوى او يحط له مدير مستشفى ناجح او يحط له معاون اداري ناجح حتى يحسن كادره ويخدم الناس، مو يحط له ناس متلكئين. نعم. لو يحط له مدير ابو حسن احنا قدامنا. لا لا ناس انتبه، عنده مدير يداوم اثنين مستشفيات مطيه هذا المدير، او عنده مشاريع تجاريه، او عنده عياده، او عنده استشاريه، هذا بعد يقدر يفتش المستشفى، يقدر يتابعها، ازمه مال الاطباء حقاني. يعني مدير واحد عنده استشاريه وعنده اثنين مستشفيات مدير يداوم بهن، وعنده عياده وعنده خير من الله. هذا وين يلحق؟ نعم. ادري احنا غنم عندكم مو فاهموننا. ما عندنا كفاءات في البصره، ما عندنا اطباء، والله عندنا اطباء من خيره الاطباء. احنا حتى نكون منصفين. عندنا من خيره الاطباء، احنا كل حديثنا على المتعجرفين، مو على الناس الشرفاء، عندنا بعض الاطباء نتواصل وياهم حقيقه، يطي من جيبه للمريض. يعني داخليه قلبت خوف، مو كلام مو زينه. يا اخي حط لك واحد ناجح، رجع الصلاحيات لهم خليهم يبدون شغلهم. يعني انت تجيب المدير تحطه تقول له ما توقع لي سوندم الماي، ما نعم. توقع لي بطن زاهي. ابو يعني حسن يعني كلامك واضح وان شاء الله يعني توصل للجهات المعنيه. شكرا لك ابو حسن الرماح الناشط المدني، تحياتنا لك. اكيد للتنويه حق الرد مكفول، منبرنا حر وغايتنا ايصال كافه الرسائل والمناشدات. وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا، الى اللقاء.